الثاني منذ بداياته. تمكن اللاعب أوسكار لاعب تشيلسي من إحراز هدف السبق للبرازيل في الدقيقة 54 الدقيقة 9 من الشوط الثاني إثر كرة عرضية طبعا من داني ألفيش وتهيئة والكرة ثم الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب هيرنانيز في الدقيقة 84 بعد هجمة مرتدة للبرازيل 4-2 كان فيها بعض التأخير ولكن نيمار في النهاية هو الذي قدم الكرة وسجلها اللاعب هيرنانيز لاعب لاتسيو الإيطالي لتقدم البرازيل بهدفين نظيفين. ثم حصل مارسيلو لاعب ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 92 ترجمها بنجاح لوكاس مورا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز البرازيل.